يقول أحسن الله إليكم، ما هي الكتب التي تنصحون بها في بداية طلب العلم؟ المختصرات، هو ما هو الكلام على الكتب، الكتب متيسرة ولله الحمد، لكن الكلام على المدرسين، من هم؟ هل تحصل على عالم يشرح لك هذه الكتب ويبينها؟ إذا اجتمع كتاب نفيس ومدرس عالم فهذا خير كثير، أما إذا مجرد الكتب بدون معلمين هذا ما يغني شيئا، أو معلمين متعالمين وجهال هذا ما يجدي شيئا، أو معلمين ضلال وفساق هذا يضرك، لا بد من المعلم الصالح مع الكتاب. نعم.